السلام عليكم. هو حبيت اطلع بس كده لايف عشان اقول لكم بس على معلومه بسيطه كده لسه نواجهها دلوقتي في العياده النهارده. اي عيان عنده انفصال شبكي و اتحدد له ان يتعمل له عمليه او ما يتعملوش عمليه، هو بس انا عاوز احط نقطه كده صغيره تبقى فاهمها انت كعيان، يعني لو عندك انفصال شبكي، ان خط فيصل بين ان ينفع لك عملية او ما ينفع لكش عملية هو عينك دي بتشوف ولا ما بتشوفش. وكلمة عينك بتشوف وما بتشوفش ديت شوية احنا مش فاهمينها، فلو فهمناها هنبدأ شوية نريح الدكتور. عينك بتشوف النور وتقدر تحدد النور من عدمه، يعني انا لو سلطت الضوء على عينيك لقيتك شايف النور، قفلت النور قلت لي النور اتقفل، يبقى دي عين بتشوف. لو حطيت النور على عينك ولقيتك ما بتشوفش النور يبقى دي عين ما بتشوفش النور. العين اللي لا تستطيع ان تميز الضوء من عدمه ما ينفع لهاش عمليات. خط منتهي. العين اللي لا تستطيع ان تميز النور من عدمه ما لهاش عمليات. العين التي تستطيع ان تميز النور من عدمه وما اكثر، يعني تقدر تحدد حركة اليد، تقدر تعد الصوابع، العين دي فيها امل في اجراء العملية. انا بتكلم على عيان عنده انفصال بقاله فترة، فجاي يقول يا دكتور انا ينفع لي عملية ولا لا. السؤال التاني المهم، يبقى احنا عرفنا امتى ينفع لك وامتى ما ينفع لكش. السؤال التاني المهم، لو هينفع لك العملية، السؤال الاهم او اللي يهمك انت، هل هتحسن في الرؤية؟ هل هحس بفرق في الرؤية ولا مش هحس بفرق في الرؤية؟ السؤال ده مهم. انت هتحس بفرق ولا مش هتحس بالفرق؟ مش هو هيكون ساعتها هدف العملية انك تحس بالفرق، هدف العملية انك انت تحافظ على وضع الشبكية وعلى رؤيتك وعلى وضع الشبكية في انك انت ما تخليهاش تنفصل تاني. فمش بيبقى ساعتها هدف العملية انك انت تشوف احسن، ممكن تشوف احسن او ممكن تشوف احسن، بس ده على حسب وضع الشبكية. فنصيحة، العين اللي بتشوف يعني بتشوف النور، العين اللي ما بتشوفش يعني ما بتشوفش النور. العين اللي بتشوف يعني العين اللي بتشوف النور، العين اللي ما بتشوفش يعني العين اللي ما بتشوفش النور. مفيش حاجة اسمها أنا ما بشوفش بعيني دي وبقدر أحدد الضوء أو بقدر أحدد حركة اليد. مساكم زي الفل. معلومة كده في السريع.